الحمد لله على كل حال، الحمد لله. المهم انه اولادنا طلعوا بخير، نشكر الله. كنا معودين نقول فدا سمحت السيد، هلا فدا روح سمحت السيد. بنقولكم انه مثل ما انتم شايفين، نحن اول ناس جينا بعد القصف. لا عندنا هون معامل، لا عندنا نحن هون سلاح، لا عندنا شيء من اللي عم يفتش عليه هذا العدو المجرم الارهابي. نحن عندنا بس بيوت بنسكن فيها اولادنا لنعلمهم بالشتاء. اجى فش بلقوا فينا بس لقى حاله ضعيف بالميدان هونيك، ما عاد يواجه بالميدان، اجى يواجه العزلة والابرياء والفنانين. على كل الاحوال حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله بالميدان مش معنا نحن.